كاسلي ماشي بيه، مرحبا بكم الكل. بودكاست انا برشا عليه الحكي هذايا، برشا بيسالوني على بودكاست، نحكي شوية على التريدينغ، نحكي كيفاش بديت، كيفاش تتعلم التريدينغ، كيفاش تحاول تدخل المينيموم، معناها نحكي على 1,000, 2,000, 3,000 دولار تعملهم في الشهر، كيفاش توصل للليفل هذايا ميم سي انت ما عندكش فلوس، كيفاش تبدا من الصفر، كل شيء. مش قاعد لاني انا نعلم فيكم كيفاش تولي ملياردير، دونك لاني جوست نعلمكم كيفاش تعمل شويه فلوس نتاع 1,000, 2,000, 500, 200, 100 حتى ديجا تسمى به برشا كيفاش تبدا كبدايه هذيك. بيان سور الحكايه ما باش نقول لكم راهي تشد وقت شويه، بيان سور كان انت فريمون تحب توصل الدخل تعمل معناها مونتون باهي من التريد وعندك فريمون القوه والشجاعه ديسيبلين اللي انت تحب توصل لليفل هذاك، سي ديجا هذاك توصل اكاد لك 100% اللي انت عملت 50% من الثنائيه نتاعك، 50% الاخرى اكاد لك لازمك معناها شويه تكنيكال اناليسيس، لازمك تتعلم شويه تريدينغ، تتعلم شويه الكريبتو، تتعلم فوركس ستوكس. مهمش الفايده التريدينغ راهي فيه برشا برشا فلوس، والذي راح كي العباد تفهمهاش. بار اكزامبل في تونس يسالوني برشا عباد ويقولوا لي ادم كيفاش معناها ما عندهم هما في مخهم في تونس كي انا ندخل بار اكزامبل من التريدينغ لهني، سكو انا نجم ندخل اكثر منه فلوس خاطرني انا عايش لبرا. اللي حكايه الزيرو غلطه انت تجم تدخل اكثر مني وانت ديجا في تونس. دونك الحكايه كما نقولوا فيها ليزيليت. شكون ليزيليت؟ ليزيليت اللي يخدموا، ليزيليت اللي يتعلموا، ليزيليت اللي يخسروا يتعلموا من الخساره نتاعهم، ليزيليت اللي يشدوا صحيح يقعدوا يتعلموا ديما. مش تعدي وقتك معناها في قهوه وتعدي تقعد تحكي على ذاك وذاك، ولا تمشي تتكيف، ولا معناتها تستعمل دراجز اكسترا، ومن بعد تقول لا لازمني نبدا نتريدي توصل مالهاش قداش عمرك، تقول لي لازمني نبدا نتريدي. ديجا انت عندك مونتون، معناها عندك بريود نتاع وقت لازمك تخدم فيها على روحك وتقوي ليموشنز نتاعك وتقوي الديفيكولتي، تعرف برشا ديفيكولتي برشا صعوبات هما باش يقويوك ويخليوك تقدم في الليفل نتاع التريدينغ، ولا الليفل حتى نتاع المعيشه نتاعك. خاطر التريدينغ يعلمك كيفاش تعيش حتى في الدنيا نتاعك، يعلمك كيفاش تجيري ليزيموسيون نتاعك، يعلمك كيفاش تكلمي اي حكايه، يعلمك كيفاش تحمد ربي على اقل حاجه. هذا الكل انا تعلمته من بيان سور من التريد، من بديت التريدي، بديت في المايننغ وبعد دخلت في التريدينغ. بيان سور مش معناها ما بديتش في المايننغ سكو ما تنجمش تريدي، كل حاجه خاطيه بعدها وحد شيء مشابه لبعض وشبه بعضه شويه بركه. دونك نحب نقول لعباد الكل، انت اللي تتفرج وانت اللي تسمع عندك انك انت تعمل برشا فلوس في تونس. علاش نقول ديما انا برشا فلوس؟ علاش نقول ديما برشا فلوس؟ برشا فلوس كلمه صعيبه، كلمه صعيبه صعيبه، ماهيش سهله انك عبد باش يجي يقول لك جات تعمل برشا فلوس. خاطر نعرف اش معناها برشا فلوس، خاطر انت باش تخدم ماكش باش تخدم بالدينار التونسي. كي جيت باش تخدم بالدينار التونسي باش نقول لك باش تعمل فلوس، باش تعمل مليون 500، باش تعمل شويه فلوس، فهمت ولا لا؟ اما انا كي نقول لك راك تنجم تعمل برشا فلوس، ماني جاي نكذب على حد، وماني جاي قاعد نتبلى على حد، وماني جاي قاعد نقول للعباد انا ديجا قلتها قبل، معناها مانيش قاعد نلحلح في العباد باش يجيو يقراو ولا باش يعملوا حكايه. لازم تمشي تقرا في بلاصه اخرى. مي انا عندي ميثود نتاعي وعندي السيستم نتاعي اللي دخلت بيه لي مونطون هذوكم وفي عوام زاده، اللي انا قاعد نحب نعلم اولاد بلادي بهم، نعلم العباد اللي يحبوا يتعلموا. خاطر انا من صغرتي معناتها ما نحبش القرايه العاديه، معناتها بطلت القرايه من انا صغير ونحب نعمل سيستم تاع القرايه نتاعي انا. سي ديجا حبيت نثبت اني ما نقري حاجه الا ما تعمل برشا فلوس. دونك باش ترى زنديني مهبط حاجه يقري فيها، ميم سي باش ترى برشا حاجات مش كان تريدينغ، سيكو ديكا دروب شيبينغ ولا اي كوميرس ولا ديفلوبمون، باش نعلمك كيفاش تعمل بها فلوس، ماكش باش نعلمك كيفاش تعمل سكيلز نتاعها. سكيلز هذيك تحب تمشي تعمل فورماسيون في تونس، برام فورماسيون ب 6 ملايين 7 ملايين، بيان سور تخرج قرعه وتقعد تلوج على الخدمه نتاعك، وبعد تمشي تلقى خدمه في قهوه ولا نهار شنو هذيك نص العباد شنو تعمل. قولي انت زهر ريدينغ، فهم برشا عباد يقول لي راهو زهر، كله خدمه وكونسنتراسيون من عندك انت، معناها زهر فريمون جمله، معناتها كان تحكي على الزهر برا جرب تريدي ورني زهرك شنو تنجم تعمل. عباد اللي ما عندهمش فكره على الديمو، الديمو هو بار اكزومبل عندك بورتفوليو في فلوس، اما فلوس هذوكم مش نتاعك، مي قاعد تريدي تحاول دوبليهم، مي الفلوس هذوكم ماهمش فلوس اصلا، معناها انت ماهمش حتى مش نتاعك، انت حتى عبد وماهمش فلوس، ماهمش كاش، فهمت؟ حتى كان ربحت ودوبليتهم ماهمش كاش. في السيستم تاع ديمو هذاك يعلمك كيفاش انت تكون لوزر حاشاك، دونك تولي معناها تقبل الخساره وتقبل الربح، على خاطر كي باش تخسر فلوس مش نتاعك ماكش باش تحسهم، وكي بتربح فلوس مش نتاعك زاد باش تحس شويه، من بعد ماكش باش تحسهم خاطر الفلوس ماهمش نتاعك، وبيان سور كونت البنك نتاعك ماهوش معبي، دونك ما تنجمش تخرج تسر وما تنجمش تبدل نهارك، معناتها باش تشري عرشي لامك كادو لبوك كادو. انا قاعد نوريكم كيفاش تعمل فلوس، بيان سور باش نعلمك كيفاش تخسر، راني تعلمت برشا مرات كيفاش نخسر، راني نقول لك راني نتعلم كيفاش نخسر، سي كون نتعلم كيفاش نخسر اش معناها؟ نعرف وقتاش نتريدي، فهمت علي؟ وكي نخسر نخسر اقل من المونتون اللي انا كنت باش نتريدي بيه، مي كي باش نربح ندوبلي ونتريبلي. هذايا الكل ما يفهمهم كان كي ديجا كان فما تريدر يسمع فيا فيكم تريد شويه ورجع الفلوس تفهمني فاش نحكي. بيان سور باش نعطيكم اكزامبل من الحكايه اللي انا فسرتها تو، اللي هي كان انت بديت تريدي وخسرت برشا فلوس، اقعد تريدي
شد صحيح تفوق على كلامي تجيك نهار باش تفرح فرحه عمرك مريت باش تربح الفلوس اللي خسرتهم طول عمرك الكل وفريمون من لا شيء. نعطيكم دي زيكزامبل برشا عبيد قراو عندي انا تاع عملوا من 50 دولار 30 دولار 20 دولار عملوا 600 700 تصور انت معناتها واحد ب 6000 توانسه عمل لك 3 ملايين ماهوش قمار وحكايه ما يدخلش مخك علاش ما تدخلش مخك على خاطر السيستم التونسي احنا 3 ملايين عندنا نحنا برشا وكيفاش تنجم تدخل 3 ملايين في دقيقه سكو قمار غالطه انا كي نقول لكم تاو تنجم تدخل 3 ملايين في دقيقه ماهوش قمار مي بالذكاء نتاعك ولازمك ذكاء وتركيز واستراتيجي على خاطر كتابت في المارشي قاعد فايتي مع برشا تريدرز وقاعد تحارب في برشا تريدرز معناها نحارب انا شفت كي انت قاعد تريدي انت تلانسي لونغ لانسي شورت انا كونتر كنت شكون اللي باش يربح شكون اللي باش يلكود الاخر فهمت ولا لا هذيك برشا تريدرز ذكيين 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 وفما برشا جروبيت يتريديو مع بعضهم نقول له جروبيت جروبيت معناها نتاع برشا فلوس قاعدين يتريديو مع بعضهم يحركوا في المارشي ويلعبوا كونتر بعضهم بتحريك المارشي وانت لهنا لازمك تتدخل في وسط المارشي هذاك لازمك تتدخل ما بينات الجروبيت الكبار اللي بالين الكبار اللي يتريديو في المارشي لازمك تحاول تنطر منهم الماكسيموم فلوس بل ما هما يحركوا المارشي ولكويدوك في فلوسك الكل هذيك هو تريدينغ عبيد كونتر بعضها وشكون اللي ياخذ ستوك الاخر وشكون اللي يربح في ستوك الاخر وشكون يعمل لي زاناليز تكنيك وشكون قاري المارشي اكثر من الاخر وشكون يستعمل لي زاناليز تكنيك اكثر من الاخر وشكون يستعمل انديكيتورز اكثر من الاخر الكلمات اللي حتى ما تفهمهمش انا كي نبدا نحكي هذه الكل خاطرك ما بديتش مي كانك تفهم سكو بديت يعطيك الصحه وكمل في ثنيتك مي انا نقول لكم فازي ابداو معناها هذه بودكاست جوست معناها بودكاست صغير باش نحكي لكم على حكايه خفيف بيان سور شنو نهبط بودكاست ويت كي كان تحبوا نزيدوكم بودكاست ويت كما كي اكتبوا لي في الكومنتات شنو تحبوا نحكيوا على البودكاست ويت على اي حاجه دومين انا معين كل شيء قريه كل شيء حافظه كل شيء سيستم توصي نحب نحكي عليه برشا ونحب لو ماكسيموم ندخل على المونتاليتي هذه في تونس نحب نراو ولاد بلادي نحب نراو عبيد قدي في العمر تعمل في فلوس كما انا وبرشا عبيد يخدموا معايا يعملوا في فلوس ونحاولوا ندخلوا المونتاليتي هذه التونسيه ونحاولوا نطوروها تونس بفلوسنا نحن ندخلوا في العمله الصعبه لتونس فما برشا عبيد دخل في العمله الصعبه تونس باش نطوروا تونس نحسنوا تونس مثل ولا مانيش قاعدين نعملوا في حاجه حرام مانيش قاعدين نعملوا في نسرقوا في عبيد مانيش ننهبوا قاعدين نعملوا في فلوس من فلوس من سيستم تاع بزنس تاع مارشي في برشا عبيد تنفستي كما البنوك نتاع تونس اللي انت قاعد تتريدي بالك انت كي باش تتريدي انت قاعد تفكتي في البنوك نتاع تونس فهمت ولا لا دونك تعرف الوقت نتاع المارشي تبدا تتعلم تتريدي حتى شيء ماهو صعيب وشيء تعمل بالسهل فازي نشجعك انت اللي تسمع نشجعك على كل شيء فازي نحب كان خدمه انا مغرم كان بالخدمه مغرم كان بالعبيد تعمل فلوس مرحبا بك في تونسي توب جي كان حاب تتعلم موجود الكورس معناها موجودة على ادخل تونسي توب جي انستغرام ابعث لهم ميساج هما تو يجيبوك على كل شيء يكلمك شكون بعد تسال على كل شيء فما فورمولير ديجا كي تدخل الويب سايت نتاع www.tunisietopg تلقى الويب سايت تكتب جوينا تلقى فوروم تعمل فورمولير ذكا يكلمك شكون باش يسالوك سؤالات بيان سور تنجم تسالهم على كل شيء تسالهم كيفاش نتريدي شنو هي هذيا شنو هي نعمل كيفاش القرايه قداش من فيديو برشا فيديوهات راهم برشا 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 فيديوهات باش تتفرج فيهم وبيان سور ماهوش باش نتوع عليك القرايه خاطر السيستم تاعي يعلمك كيفاش انا ناكد لك اي عبد يكمل فيديوهات نتاعي فما حتى عبد ما كملش فيديوهات نتاعي معناها جوست عبد بخلي يمكن مي اللي كمل عبد كل كمل فيديوهات نتاعي خاطر نعرف كيفاش نقري نعرف كيفاش نوصل لك المعلومه نعرف كيفاش نسهل معاك انا صاحبك قاعد نعلم فيك مانيش قاعد بروف انا اخوك فهمتني ولا لا نعلم فيك كيفاش تعمل الفلوس هذوما وكيفاش تحاول تدخل ماكسيموم فلوس واي عبد انا متاكد نجم يكون حتى يدخل اكثر مني فلوس اللي يدخل يتعلم خاطر الحكايه مربوطه مش خاطر تعلمت من البروف سيكو البروف هو اقوى منك تعلمت منه تنجم تدخل اكثر منه فلوس دونك انا نشجع العبيد الكل فازي 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 يعطيكم الصحة وقولوا لي في الكومنتات شنو تحبوا نحكيوا على المره الجايه شنو تحبوا قولوا لي زايديه نتاعكم راني ياسر نطبق ياسر نقدر لي زايديه نتاع الكوميونيتي اللي تبع فيا دونك ميرسي بوكو عبيد الكل نحبكم برشا وخليكم.